النار والجمال لا يلتقيان، لكن الصينيين باتوا يستعملون النار على وجوه النساء لأهداف جمالية. التقرير التالي من قناة العربية. قد تخضعين لعمليات تجميل لشد الوجه أو تدخلين مواد لتعبئة التجاعيد وبالتالي إخفائها، كل ذلك في سبيل استعادة نضارة وجهك وجمالك وإخفاء شوائب العمر، لكن هل تضرمين النار بوجهك للغاية نفسها؟ سؤال بات يطرحه الكثيرون مع دخول شعلات النار مدمار التجميل كعلاج للبشرة على يد الصينيين. فصالونات التجميل في بكين تعرض على النساء هذا العلاج المخيف المعروف بهيولياو. أما كيفية العلاج فتكون بوضع قطعة قماش مغمسة بالكحول على المنطقة المضطربة وإشعال النار فيها. هذا الإجراء يطلق عليه اسم الإكسير المميز، وبحسب اختصاصيين من شأن هذه الشعلات تنشيط الخلايا وأحيائها لتحفيز البشرة البليدة والمترهلة والمجعدة، فيما آخرون يؤكدون منفعة هذا العلاج للسمنة وأعراض البرد أيضاً. ووسط جميع الأسئلة التي قد تدور في فلك هذا العلاج يبقى السؤال الأهم، هل هو آمن؟ أمان العلاج يؤكده المعالجون الخاضعون لتدريبات مكثفة، فالبشرة يجب تسخينها وليس حرقها بحسبهم، لكن رغم هذه التأكيدات يرى عدد كبير من النساء هذا العلاج فائق الخطورة، وأكدنا عدم تمتعهن بالجرأة لتجربته على الإطلاق. الجمال حار بحسب ما يصفه معظم الناس، لكنه لم يكن أكثر حرارة بوجود علاج البشرة هذا، ومن كان ليظن أن النيران التي لطالما ارتبطت بالتشويه أصبحت مع تقدم الطب الصيني من المجملات. سو كانوا ليها تحمستي؟ لا 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 لا، قبل ما تسألني لا.